أنا باش نتحدث في العموميات، مخاطر تمرير والمصادقة على هذا القانون على مسار العدالة الانتقالية، وعلى ممكن حتى تشويه سمعة تونس على المستوى الأوساط الدولية. إن شاء الله ما نبقاش ما نكونش سطحي، تعرف وقت اللي يكبر الواحد يولي فلت شوية، خاصة وقت اللي يكون محامي. إن شاء الله نكون نأدي معناها المهمة متاعي كما يجب. في المتداخل الثاني هو السيد أنطونيو مونغانيلا، ممثل محامون بلا حدود بتونس، سيتحدث عن عدم دستورية قانون العدالة الانتقالية. ومعناها النقطة الثانية اللي باش يتناولها، كيف أن هذا القانون يتعارض مع أهداف العدالة الانتقالية. ثم في المتداخل الثالث سي كريم عبد السلام باش يدخل في تهميش الضحية في هذا القانون، والحال وأنه الضحية هي المحور الأساسي للعدالة الانتقالية. ثم باش يختم سي محمد كمال الغربي، رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، باش يتحدث على خرق القانون لخرق مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لقانون العدالة الانتقالية. إذن في العموميات أبدأ بقسم رئيس الجمهورية، وعندنا رئيس الجمهورية وقت يصرف يصرف بالجملة. أقرأ عليكم القسم. ليش هو 75؟ أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها وألتزم بالولاء لها. مشروع القانون المصالحة الاقتصادية يخرق الدستور، هذا ما شفتش حدث عليه أنطونيو، يخرق التشريع قانون العدالة الانتقالية، ولا يراعي مصالح البلاد، بل يراعي مصالح فئة معينة وطبقة معينة، ويهمش حقوق الضحايا. فكيف تكون هالمبادرة هذه صادرة عن رئيس الجمهورية اللي هو محمول عليه بمقتضى الفصل 72 باش يكون حامي للدستور وحامي لعلوية القانون، تتأكدوا وأنه مدى خطورة هذا المشروع. المشروع المعروض على المناقشة هو المشروع القديم الذي اقترحه رئيس الجمهورية ولا أعلن عليه منذ 20 مارس 2015، والذي لاقى كما تعلمون معناها تصدي كبير من المجتمع المدني الوطني، وكذلك من المنظمات الحقوقية الدولية. ولهذا السبب وقع العدول عن مناقشته في مجلس نواب الشعب، ولم يطرأ أي شيء جديد يبرر إعادة طرحه من جديد. وفي الحقيقة عند مقابلة رئيس الجمهورية أنا وأحد أعضاء المكتب التنسيقية الأستاذ أنور الباسي، وعدنا بأنه كرجل دولة يحترم الدستور ويحترم القانون، قانون العدالة الانتقالية، وأنه لن يقوم بأي شيء يعرقل مسار العدالة الانتقالية سوى إذا تجاوزت هيئة الحقيقة والكرامة صلاحياتها، فإنه سيتصدى لذلك. مع الأسف تراجع عن ذلك، خاصة بعد المساندة اللي جاته من طرف السيد راشد غنوشي، واللي فيه في الحقيقة أخطر من مبادرة رئيس الجمهورية، باعتبار وأن السيد راشد غنوشي دعا إلى
المصالحة الشاملة. هذا التراجع أنا بالنسبة لي أنا تراجع خطير، لأنه باش نرجعوا إلى معناها نظرة رئيس الجمهورية للعدالة الانتقالية، نظرة متاعه الأولية، وأنه العدالة الانتقالية لا مجال لها، ومن المفروض وأنه نطوي صفحة الماضي من غير ما نقرأها ونمر إلى بناء المستقبل. اختيار التوقيت الزمني في الوقت هذايا يذكرنا بالممارسات اللي كانت تصير في برلمان بن علي في أوقات العطلة الصيفية، أوقات التراخي، نمرر القوانين التي يصعب تمريرها في الوقت العادي. كذلك بالنسبة للنواب، نوعا ما من الإرهاق، حالة إرهاق، مسألة هامة كما مسألة العدالة الانتقالية يطلب منهم النظر والبت فيها والمصادعة على القانون في ظرف وجيز. هذا دليل وأنه مسار العدالة الانتقالية يراد أن يدفن لا من طرف رئيس الجمهورية فقط، لكن كذلك إذا وقعت المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب. طلب التعجيل في النظر في قانون المصالحة الاقتصادية يتعارض كذلك مع واقع البلاد. هيئة الحقيقة والكرامة كانت إلى حد ما محل الجدل، لكن لاحظت في المدة الأخيرة وأنه هنالك ثقة أعطيت لهذه الهيئة من طرف الضحايا، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المنظمات التي طالتها الانتهاكات في الفترة اللي تتعلق بها العدالة الانتقالية من 55 إلى 2013، بحيث لا مبرر الآن. وأن هيئة الحقيقة والكرامة بعد ما استرجعت ولا بعد ما نالت ثقة الضحايا، عوض أن ندعمها نجيو اليوم نعطيه قانون، وإلا نطرحه للنقاش قانون ونطلب المصادقة على قانون باش نوعا ما ينصف المسار، وخاصة يفتك جزء من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة. قلت أنا باش نبقى في العموميات، أما نحب خاصة نتعرض للفصل 2 من المشروع القانون القديم اللي كما قلت هو اللي هو محل المناقشة، لأنه هما حتى بطريقة نوعا ما نجم نكون غير أخلاقية. هنالك نسخة معدلة معناها أعدتها رئاسة الجمهورية ونشرت حتى في الصحف، ولو أن النسخة هذه ظاهريا تبقي المصالحة الاقتصادية من مشؤولات هيئة الحقيقة والكرامة، أما في الحقيقة هي تحدث هيئة موازية خارج إطار العدالة الانتقالية، باعتبار الهيئة اللي تحدثها هذه النسخة المعدلة لا نظر ولا سلطة لهيئة الحقيقة والكرامة عليها، بل تعمل بصفة مستقلة. الفصل 2 من المشروع القديم يتحدث عن إعفاء الموظفين الذين قاموا بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة في الأمور المالية، ولم يتحصلوا ولم لا على رشوة ولم يشاركوا في فساد مالي. معناها ظهروا هالأشخاص هذوما كاينيش ضحايا، موجودين في الإدارة غير قادرين على أخذ القرار. وبالنسبة لي أنا الأمور ولت معكوسة، علاش هالمسؤولين هذوما السامين في الدولة اللي معناها كما تقدموا رئيس الجمهورية ما شاركوش في الفساد وما خذاوش رشاوي، من شنو خايفين؟ من حاجة ما قاموش بها؟ هذه أمور معكوسة، وخاصة نرى أنا بالنسبة لي أنا
تقديم المسألة بهذه الكيفية هو طرح مغلوط، على أساس أن الموظف السامي ومخالفة خاصة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي جلب يعاقب، لا فقط الذي جلب منفعة لنفسه لكن الذي جلب منفعة لغيره. مثال: موظف سامي حول وجهة صفقة عمومية أرسات على مؤسسة معينة، وبناء على تعليمات جاته من القصر أو من غير الناس النافذين، حول وجهة هذه الصفقة إلى مؤسسة أخرى، بحيث جلب منفعة وخالف القانون وجلب منفعة للغير بدون وجه شرعي، وهذا يعاقب الفصل 96. اثنين: الموظف اللي خالف القانون اكتسب منفعة مباشرة شخصية، وأنه حافظ على مركزه، معناها هذا في أسوأ الحالات، وممكن وأنه معناها يتحصل على طريقة إذا معناها كانت المعاملة وتوجيه الوجهة إلى شخص معناها نافذ في السلطة، بحيث تقديم المسألة وأنه راهو عندنا 7000 موظف الآن في الإدارة التونسية غير قادرين على أخذ القرار نظرا وأنه ما شاركوش بالفساد المالي وما خذوش الرشاوي، هي معناها نوعا ما تقديم مغلوط، وبالنسبة لي أنا خاصة ينسف فلسفة العدالة الانتقالية، في أنه قانون العدالة الانتقالية احنا ما نشطلبين نصب مشانق، قانون العدالة الانتقالية يكفي لهذا الموظف أن يأتي ويعترف بالانتهاكات التي قام بها حتى يعيننا على كشف الحقيقة وتفكيك منظومة الفساد حتى لا تكرر مستقبلا، ثم فيما بعد ذلك يعتذر وتأتي المصالحة تتويج لهذا المسار كامل. أما نجيو ونقولوا كأن شيئا لم يكن ونرجعوا الناس اللي كانوا هما سبب في الخراب على أساس ما اكتسبوش منفعة شخصية، هذا أنا أراه طرح مغلوط. ولهذه الأسباب أنا نقول وأنه بطرح قانون المصالحة الاقتصادية على النقاش مرة أخرى، رئيس الجمهورية يرجع إلى موقفه الأصلي في رفض منظومة العدالة الانتقالية بصفة عامة، وخاصة كما قلت وأنه باش نوليو نشرعوا للفساد، وهذه أمور كيف تكون صادرة على رئيس الجمهورية أمور خطيرة جدا. وبطبيعة الحال ومع الأسف مع هذه الأغلبية المغلوطة اللي سماها العميد الصادق بالعميد بالعيد أغلبية ضد الطبيعة، معناها اللي نتوقعوه وأنه إذا ما يكونش التصدي لهذا القانون مثل ما وقع سابقا ما يقعش اتحاد وتوحد جميع الأطراف اللي تعتبر هذا القانون نفس المسار العدالة الانتقالية، اللي نتوقعه أنه باش نرجعوا للممارسات السابقة، ورغم الظرف الوجيز هذايا راهو باش يقع تمرير القانون. المشروع هذايا لا فقط احنا كمكونات مجتمع مدني رافضينه، لكن تتذكروا التحليل اللي قام به رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية عندما طرح القانون، وهذا الطرح وهذا التحليل لازال سريع المفعول. كذلك تجدون في الملف الذي سلم لكم تحليل معناها ضافي وشافي للسيد بابلو دوغريف المقرر الخاص، تجدونه وهو تحليل قيم. أترك لكم المجال، معناها مانيش أنا باش نحلوا توا، نخلي لكم أنتم المجال تقرؤوه. أمام هذا الوضع وهذا الوضع الخطير واللي نعتبره احنا نوعا ما إعلان للرجوع إلى الممارسات القديمة وبدأ في ممارسة الانفراد بالقرار رغم إرادة الشعب ورغم المصلحة العامة، احنا نأمل
وأن لغة العقل ولغة الحكمة هي التي تتغلب. نأمل وأن أولاً رئيس الجمهورية معناها يقوم بسحب هذا المشروع. إذا لم يقم بذلك نأمل وأن نلقاه لدى مجلس نواب الشعب أذان صاغية حتى لا يصادق على هذا القانون. تبقى من حبوش نبقاه في موقف النقد وموقف الانتقاد. التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية كانت عرضت على السيد رئيس الجمهورية تصور كامل لإنقاذ وتصحيح مسار العدالة الانتقالية، يتلخص في تنظيم ندوة نقيم فيها ما هنالك من إيجابيات في مسار العدالة الانتقالية، وموجودة الإيجابيات، نقيم فيه ما هي السلبيات، ثم نخرج بتصور مشترك معناها تلتزم به جميع الأطراف المتداخلة في العدالة الانتقالية: السلطة، هيئة الحقيقة والكرامة، المجتمع المدني، وبطبيعة الحال المجتمع الدولي اللي هو يساند في المسار. نحب ننبه إلى خطرين. الخطر الأول على المستوى الوطني، وضع البلاد تعرفوه، الاحتجاجات الاجتماعية تعرفوها. أنا نخشى وأن هذا القانون حتى لو قع تمريره الآن في الرجوع بعد العطلة الصيفية، وأن هذا القانون يكون أحد أسباب في أن تونس تدخل في حالة من الفوضى وحالة من الاحتقان، وإحنا هذا اللي نحبه نجنبه للبلاد. كذلك على المستوى الدولي، سواء في على مستوى المنظمات الحقوقية أو على مستوى الدول، وعلى مستوى خاصة المؤسسات المالية، نخشى وأنه ينال هذا القانون من سمعة تونس وينقص من مساندة هذه الأطراف لهذا المسار اللي نحبوه بواسطة العدالة الانتقالية، وهي آلية وآلية مهمة في المساهمة في الانتقال السلمي والسلس نحو الديمقراطية. قلت إن شاء الله هالخطرين نتجنبوه. نحب نختم بتساؤل، ولا يمكن تشنشينا. الفصل 148 وهذا اللي باش يتحدث عليه أنطونيو، الفقرة التاسعة في جزئها الأول واضحة وواضحة جدا ولا تدعو لأي تأويل، وهي تنص على أن الدولة تضمن منظومة العدالة الانتقالية في حاجتين: في مدتها من 1955 إلى تاريخ صدور القانون في 2013، وفي جميع مجالاتها. الجرائم المالية والاعتداء على المال العام والفساد المالي هي من بين مجالات اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة ومشمولات قانون العدالة الانتقالية. بنفس الدرجة كما ما نجموش نقسم المدة توا من 55 إلى 2013، رغم اللي تلقاه توا في تحليل السيد بافلو دوغراف، وأن المدة هذه طويلة، وأن صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة معناها واسعة جدا، وممكن ما هيش قادرة باش تتمم المأمورية متاعها على وجه أكمل. لكن على الأقل من الناحية الدستورية الفصل هذا واضح. الجزء الثاني من الفقرة الثانية من الفصل 148 يتحدث على أن هيئة الحقيقة والكرامة لا يمكن معارضتها بجملة من المسائل. بما في ذلك الحسنة، رئيس الجمهورية تمتع بمقتضى يظهر لي الفصل 87 بحسنة في كامل المدة الرئاسية، والفصل 148 الفقرة الثانية من الجزء الثاني من الفقرة التاسعة
وأن هيئة الحقيقة والكرامة لا تعارض بالحسنة. نفترض جدلا وأن رئيس الجمهورية ارتكب انتهاكات تدخل في مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة، إذا حرنا في تفسير الجزء الأول اللي هو واضح ولا يدعو لأي مجال للتأويل، كيفاش باش نعملوا في هالفصل الجزء الثاني فيما يتعلق بالحسنة؟ وشكرا، وأحيل الكلمة إلى السيد أنطونيو ليحدثكم عن عدم دستورية القانون وعن أن القانون هذا مخالف لروح ولفلسفة العدالة الانتقالية تبقى ما نظمها القانون عدد 53. تفضل سيدي أنطون. Merci Amor. Bonjour à toutes et à tous. Je vais, dans les temps qui m'est imparti, je vais essayer d'être assez rapide, comme l'a été Amor. Je vais essayer de détailler et de définir pourquoi cette loi rentre en contradiction avec la Constitution tunisienne. Je partirai quand même d'une... Pas pour rappel, mais je pense que depuis un an, tout le monde a eu malheureusement l'occasion de se pencher sur cette loi. Mais rappeler en tout cas qu'est-ce qu'elle va comporter si jamais les projets de loi étaient adoptés. Je rappelle d'ailleurs qu'actuellement, peut-être en ce même moment, la Commission de législation générale est en train d'auditionner la partie initiatrice, c'est-à-dire la présidence, sur les projets de loi. Donc les travaux parlementaires... malheureusement, se poursuivent. Donc, le premier aspect qui m'intéresse de souligner, c'est les objectifs qui sont affichés dans la loi, son article premier, dans sa version actuelle, qui me semble intéressant de tenir en compte pour comprendre la contradiction qu'il y a entre l'objectif affiché et les mesures que la loi elle-même comporte. La loi, elle dit qu'elle a comme objectif principal celui de la mise en place d'un climat favorable à encourager les investissements, relancer l'économie nationale et améliorer la confiance dans les institutions étatiques. Donc des objectifs extrêmement louables à l'article premier. Qu'est-ce qu'il instaure la loi ? Trois mesures spéciales qui ont déjà été rappelées, mais sur lesquelles je vais mentionner rapidement pour que tout le monde soit conscient des objectifs véritables de la loi. Donc, une première mesure spéciale est celle de l'introduction d'une amnistie au profit des fonctionnaires et autres personnels d'État, non pas forcément très bien définis, pour des actes relevant de corruption et de malversations financières qui n'auraient pas bénéficié directement de ces actes, donc pas pour un intérêt personnel. La deuxième mesure spéciale, c'est l'amnistie pour les auteurs d'infractions d'échange. Et la troisième, et ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est la possibilité pour ceux qui ont profité, par contre, d'actes de corruption à des fins personnelles, de solliciter une forme de réconciliation. Alors, pour ce faire, la loi prévoit la création d'une commission spéciale, sur laquelle on reviendra sans doute, qui est censée, sur la base de volontariat des personnes et sur la base des informations que ces personnes auront données à la commission, établir la somme que ces personnes sont censées reverser à l'État. On y reviendra sans doute parce que c'est quand même un enjeu très important. Alors, je viens maintenant au pourquoi j'oublie de dire, mais ça sera dit sans doute par mes collègues, que la loi abroge aussi toute disposition relative à la corruption financière et au détournement de fonds publics mentionnée dans la loi qui instaure la justice transitionnelle. Ça veut dire qu'elle extrait les questions de corruption du mandat de l'instance Vérité et Dignité. Alors, pourquoi ce projet de loi est inconstitutionnel ? Il faudrait sans doute relire les préambules de la Constitution elle-même, dans lesquels les constituants ont affirmé clairement que l'esprit de cette nouvelle Constitution était la rupture avec l'oppression et la corruption. Et pour cause, évidemment, quand on s'intéresse à comprendre les origines de la révolution de 2011, il y a forcément un lien intrinsèque très fort entre le système d'oppression qui était mis en place et
la possibilité pour une petite élite de pouvoir s'accaparer les ressources du pays. Donc on est forcément sur des questions qui doivent être prises en compte dans les traitements de la justice transitionnelle. Mais après, quand on va regarder plus en détail certains articles de la Constitution, on retrouve l'article 10 dans lequel les constituants ont clairement dit que l'État a la responsabilité de contrecarrer la corruption. En l'espèce, ça va de soi, cette loi ne semble pas véritablement contrecarrer la corruption, en le sens où elle ne prévoit aucun véritable assainissement des institutions. Le fait que des fonctionnaires qui ont été parfois même jugés coupables d'actes de corruption, ils puissent rester à leur poste, bien évidemment, va à l'encontre du principe d'assainissement des institutions et des réformes véritables. Au contraire, la loi ne fait que maintenir finalement en place des fonctionnaires qui ont contribué à des faits de corruption. Et ensuite, comme Amor l'a cité à juste titre, la question de la justice transitionnelle est clairement expressément citée dans la Constitution tunisienne, à l'article 148, et à son alinéa 9, la Constitution dit clairement que l'État s'engage à appliquer les systèmes de justice transitionnelle dans tous les domaines et dans les délais prescrits par la législation qui s'y apporte. Alors, dans tous les domaines, est très intéressant, parce que nous avons déjà là une première entorse que ce projet de loi porte à la Constitution, qui est celle d'extraire finalement la question de la corruption du domaine de la justice transitionnelle. Ce qui est d'ailleurs absurde par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à savoir les systèmes de corruption et d'oppression qui étaient mis en place, finalement, elles visaient à l'enrichissement personnel d'une petite partie du pays. Plus largement sur les questions de justice transitionnelle, cette loi, en arrêtant toute poursuite et toute enquête sur des personnes qui se seraient entachées de corruption, finalement ne permet pas les points principaux, les objectifs principaux d'un processus de justice transitionnelle, et en particulier celui de la révélation de la vérité, de la justice et les réparations pour les victimes et la non-répétition. Alors la non-répétition, elle est très importante, la caractéristique sans doute principale de la justice transitionnelle, mais qui nécessite des réformes fondamentales dans l'État. Et quand nous savons que la corruption qu'engraine les systèmes étatiques depuis sans doute des décennies, nous ne voyons pas comment cette loi elle peut rentrer dans le cadre d'une justice transitionnelle qui vise la réforme et la non-répétition. Du coup, en octroyant une amnistie générale à des fonctionnaires et des agents d'État et en supprimant toute disposition de la loi de justice transitionnelle permettant de pouvoir s'enquérir de l'information, cette loi finalement va empêcher à tout citoyen tunisien de pouvoir avoir accès à l'information et à la vérité sur comment les systèmes s'entretenaient pendant des décennies. Et ça, c'est extrêmement grave si on veut effectivement tourner la page. Elle empêche aussi l'exercice de la justice, parce que l'amnistie met fin aux poursuites en cours et même à celles à venir. Elle empêche la reconnaissance des victimes. Dans aucun alinéa, dans aucune petite phrase de cette loi, nous retrouvons le terme « victime ». La victime n'existe pas, comme s'il n'y a pas de victimes des cas de corruption. Tout un pays, finalement, est une victime d'une corruption institutionnalisée et empêche la réforme des institutions et la réalisation des garanties de non-répétition. Vous le comprenez très bien, ces personnes vont rester en place et donc forcément il y aura certainement des résistances, voire des réticences à des réformes d'envergure. J'aimerais quand même qu'on s'arrête une minute sur la question de comment ça devrait fonctionner cette commission, parce que ça semble assez intéressant. Alors, la commission qui le projet de loi instaure, elle serait sur la base du volontariat des personnes censées établir
les sommes que ces personnes devraient verser à l'État. Alors, il faut quand même qu'on comprenne que cette commission, elle a aucun véritable moyen qui lui est accordé par la loi. Est aussi une instance dont l'indépendance pourrait être mise en question parce qu'elle est placée directement sous l'exécutif, composée sur huit membres, six seraient des fonctionnaires de l'exécutif, et elle n'aurait aucune capacité d'enquête ou d'initiative. Donc ça veut dire qu'en fait, si j'étais une personne corrompu, je pourrais finalement déclarer volontairement à quel moment et combien de malversations financières j'ai faites, et sur la base de mes propres autodéclarations, la commission va décider quelle somme je devrais verser à l'État. Donc, cela est particulièrement important, à mon sens, pour contrecarrer un des arguments principaux de ceux qui ont proposé cette loi, qui est celle de la relance économique et du retour à l'investissement. Parce qu'en réalité, il est impossible aujourd'hui d'estimer véritablement combien d'argent pourrait arriver, justement parce que il n'y a aucune étude sérieuse qui a été menée en la matière, et de deuxième, la loi ne prévoit aucun mécanisme de contrainte pour enquêter sur les véritables sommes. Et donc finalement, on aura certainement des entrées qui seront sans commune mesure avec l'argent qui a été volé dans le passé. Donc, inutile de dire que la relance économique, elle passera sans doute pas par une loi de ce type-là. Et si je reviens en conclusion à ce qui sont les objectifs affichés de la loi, à savoir également les retours aux investissements, quel message voulons-nous lancer aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux? Dans quelle mesure une amnistie pour corruption peut permettre les retours des investissements, à moins que nous ne veuillions pas que ce soit ces mêmes corrompus qui reviennent investir? Parce qu'à ce moment-là, je ne comprends pas en quoi on encouragerait des investisseurs étrangers ou même nationaux en sachant que les systèmes de corruption restent en place, et qui s'entache de corruption peut bénéficier de toute impunité. Donc on est... Et en troisième lieu, et pour terminer sans doute sur cela, la confiance des citoyens vis-à-vis de l'État, qui est aussi ciblée par la loi. Alors là aussi, on ne voit pas trop bien les liens entre le fait que des personnes qui se sont entachées des faits de corruption et d'autres types de malversations financières restent en place, que ces citoyens aient encore à faire face à une administration, à des fonctionnaires qui ont été là pendant des décennies. Ça manifeste plutôt un signal de non-rupture avec le passé qui ne peut sans doute pas encourager les citoyens à s'adresser à l'État ou à lui faire toute forme de confiance. Voilà pourquoi cette loi est, à notre sens, dangereuse, voire inutile, et sans doute... il faut que les citoyens, tous citoyens tunisiens et tunisiennes, puissent savoir que cette loi n'apportera rien de bon au pays et à sa transition. Si je dois me focaliser sur quatre petites recommandations à notre niveau, mais qui sont sans doute partagées par l'ensemble des acteurs, il y en a une qui concerne sans doute la société civile. Là, on y est, on est tous là, et je pense heureusement qu'il faut qu'on continue à l'être, en évitant toute forme de différence, toute forme de dissension. Nous avons besoin d'organiser une forme de résistance à ce type de loi et à ce type d'actes, et porter soutien aux organisations qui font l'objet aujourd'hui d'attaques importantes. Je pense à E-Watch, par exemple. On est sous les mêmes sujet, ça montre que rien n'a changé, que les faits de corruption sont encore très présents en Tunisie et continuent à gangréner l'économie du pays, et nous nous devons d'être
fier de ces organisations-là et de les soutenir. Je pense aussi au fait que la société civile organisée comme nous devons être plus proches du terrain, plus proches de la mobilisation de la rue. Et je pense que vous savez tous qu'aujourd'hui, à 17h30, il y aura une manifestation sur ces mêmes thèmes. Donc, être proche des mouvements sociaux est très important pour créer du lien. L'exécutif, sans doute, a des responsabilités énormes. Il faut qu'il prenne en compte le fait qu'il est sans doute en train de décevoir ses propres citoyens par rapport à ses besoins et cette demande de rupture qui s'est exprimée de manière extrêmement forte en 2011 et qui a suscité l'admiration internationale de tout pays, parce que on était sans doute tous ravis de voir un pays se mobiliser contre un héritage dictatorial et aujourd'hui la population ne voit rien changer. Donc retirer cette loi serait un acte sans doute extrêmement apprécié par la société civile et par les citoyens. Les parlementaires ont une responsabilité historique aujourd'hui de ne pas voter cette loi, d'arrêter même toute forme de travail sur cette loi. Et enfin, un acteur auquel on ne pense pas forcément, mais qui doit aussi regarder ce qu'il se passe, c'est les bailleurs internationaux. Tous ces acteurs qui travaillent, qui ont des partenariats institutionnels et étroits avec la Tunisie et qui veulent l'accompagner vers la transition et le respect des droits dans les pays et la construction de l'état des droits. Il y a une conférence qui s'organise pour négocier les financements des bailleurs sur les financements du plan quinquennal de développement qui a été adopté, qui a été proposé par le gouvernement. Eh bien, les bailleurs, ils doivent aussi tenir compte de ce type de loi, de ce type d'action politique, parce que forcément, ça va porter atteinte au développement économique de tout un pays si les questions de corruption ne sont pas correctement traitées et font la priorité du pays. Je vous remercie. Merci Antonio, tu as eu des applaudissements, je n'ai pas eu. On va te donner la nationalité tunisienne. De toute façon, tu as été plus éloquent que moi. Tu as été plus éloquent que moi. Je passe la parole à Abdel Karim Abdeslam qui a dit que nous avons parlé de la loi de la loi de la loi de كريم عبد السلام فقط سعمر. حديث أنطونيو ممكن فتح لي شاهية باش نعمل تعليقات على بعض الإخلالات القانونية حول هذا القانون، رغم أن مداخلتي باش تكون مركزة على انتظارات الضحايا ومصلحة الضحايا ومعارضة مصلحة الضحايا مع هذا القانون. المصالحة، قانون المصالحة هو مخاتلة مفهومية قانونية، باعتبار مفهوم المصالحة مفهوم سياسي ماهوش مفهوم قانوني. وأنه فعل هذا القانون أو مدبر هذا القانون يعني أحجم حتى ولو على تسمية هؤلاء مرتكبي جرائم الفساد المالي، حتى أحجم على تسميتهم بالتسمية القانونية، وأنه الأصل فيه كان يطرح قانونيا كمشروع عفو حول مرتكب جرائم الفساد المالي، وإنما طرح بمفهوم سياسي ومخاتلة سياسية أخرى حول المصالحة وأعطاها أبعاد آخر. معارضة هذه التسريبات إلى حد الآن ما تمش قانون واضح، إلى حد الآن هم بالونات اختبار بالترسانة القانونية التونسية تقريبا بالدستور بأغلب فصوله اللي تناولت في الموضوع هذا، بالمجلة الجنائية، بمجلة الجرائيات، الفصل 99 مكرر، 96 97 100 101 بمعنى جرائم الموظف العمومي أو شبه العمومي، واقتطاع بعض الفقرات منه لتسويقها في مصلحة الجاني. غير هذا الكل المرسوم 120 اللي حدد تعريف جريمة الفساد المالي زاد في مخالفته. لم أجد في هذا القانون أو هذه التسريبات أي رابط في ترسانتنا القانونية المنطق، أي منطق يربط هذا القانون سوى الفصل الوحيد 227 مكرر في المسألة الجنائية الذي يكافئ الجريمة. تقريبا الرابط المنطقي الوحيد حول هذا القانون والفصل 227 الذي يعاقب في موقعة أنثى سنة ودون 16 سنة بالجبرها بالزواج. تقريب هذا القانون في نفس السياق المنطقي جاء حول جبر هذه الموقعة من الفساد، سامحوني في التعبيرات، حول محاولة جبر هذه الجريمة ومكافئتها. هذا الرابط المنطقي الوحيد. نرجع توا حول مصلحة الضحايا في مسألة هالقانون وطرحه هذا في رمزيته. تيل تقريبا 5 سنوات تحدثت يعني المجتمع المدني والدولة وكل الفاعلين في الشأن العام حول احترام الآليات المؤسساتية والقانونية للانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية، وكان النتيجة هو إحداث
واستشارات وأحداث قانون عدد 53 للعدالة الانتقالية الذي يؤسس لمرحلة انتقال ديمقراطي ونأمل كنا نأمل فيه. اليوم نفس هذا الفعل ينقض كل هذه هذا المنطق الذي سوق له تلت 5 سنوات ويضرب في الصميم باعتبار أنه يخرق هذا الآليات القانونية ويعارضها بهذا القانون الذي يؤسس ويبرر لقدر الله في مراحل أخرى إلى العنف وإلى الانتقام وإلى تفكيك هذا السلم الاجتماعي. أتحدث عن الضحية بالمفهوم القانوني للقانون الأساسي 53 الذي حدده في 3 مراتب: ضحايا الانتهاكات حقوق الإنسان، ثم عائلاتهم والجهات، والذي أودع بهذه تقريب هيئة الحقيقة أودع تقريب 50,000 ملف، 65,000 ملف، وأكثر من 30 جهة ضحية. تقريب يعبروا ويعملوا تعبيرة اجتماعية واضحة ولها وزن اجتماعي كبير جدا واقتصادي. اليوم ضرب عرض الحائط بهؤلاء ومحاولة يعني تبرير ووضع يعني مرتكب جرائم الفساد المالي فوق كل هذا التمثيل الاجتماعي يعتبر يعني اعتداء واضح في الوقت الذي ترفض الدولة الاعتراف والاعتذار لهذه الجهات أو لهؤلاء الأفراد. اليوم تضع مرتكب جرائم الفساد المالي واللي كان مرتبط ارتباط وثيق بآلة الدكتاتورية وكان شريان النابض للدم والحياة لهذا النظام، اليوم نحطهم يعني اون فالور، نحطهم يعني في قيمتهم ونحجم حتى على تسميتهم كمجرمي أو كمرتكب جرائم. هؤلاء يعتبر اعتداء صارخ. أكثر من هكا حتى في القوة القانونية، هذا المشروع يطرح كمشروع قانون أساسي في قوته القانونية، واغلب الاجراءات التي اتخذت في الجهات او اتخذت للضحايا هي مراسيم او اوامر حتى في القوه القانونيه عندها رمزيتها. اليوم سيطرح هذا القانون قانون اساسي لدى مجلس نواب الشعب، واغلب الاجراءات الاخرى هي مجرد اوامر او اجراءات يعني مجلس وزراء او مراسيم او اوامر. يعني هذا هو ما يسمى باستمراريه النظام الفاسد، باستمراريه نفس الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من منظومة فاسدة. واليوم في وضع انتقالي كلنا نعرف وضع انتقالي وسياسي هش جدا ووضع اقتصادي أكثر هشاشة، واليوم لقدر الله أي هزة من الهزات الاجتماعية والتي ستكون واضحة وعادية ضمن سياقنا وأغلب المؤشرات تقول هذا، مع تبرير الدولة لنقض والإيمان بالآليات المؤسساتية والقانونية في الانتقال الديمقراطي، لن ننعم ب 13 و14 و16 و18 جانفي الذي كان فيه السلم الاجتماعي يعني أيقونة من أيقونات الانتقال الديمقراطي في التاريخ السياسي الحديث. اليوم سنبرر للعنف وسنبرر لتفتيت الدولة باعتبار أن الدولة تراكم هذا البارود الاجتماعي وهذا الحقد الاجتماعي وهذا الاحتقان الاجتماعي. اليوم الفعل السياسي يبرر لتفكيك وذهاب إلى مصير لقدر الله ليبيا وسوريا والعراق. اليوم يعني خذلان طائفة كبيرة من الشعب التونسي أو مجموعة من الشعب التونسي بالاعتقاد بأن هناك بالتغيير حقيقي وعميق بآليات ديمقراطية وسلمية توائم بالطبيعة التونسية. اليوم هناك لعب خطير جدا، ولا ما ندخلش في نظرية المؤامرة فقط أنا ونعطيها بعدها الإقليمي والدولي بقدر ما نقول هناك الفعل السياسي قاعد يزرع في ألغام اجتماعية وسياسية واقتصادية كون على أثرها على المستوى المتوسط والمستوى البعيد يعني خطير جدا في كينونة الدولة التونسية في حماية السلم الاجتماعي التونسي. وشكرا. يعطيك الصحة كريم على هالإيضاحات وخاصة على الإيجاز، وأمرر الكلمة إلى المتداخل الأخير السيد كمال الغربي ليحدثنا عن مخالفة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لمنظومة ولي قانون العدالة الانتقالية. تفضل سي كمال. شكرا سيد الرئيس، عسلامتكم، مرحبا بكم، شكرا على حضوركم معنا في الندوة الصحفية اللي تعبر عن رأي المجتمع المدني أو جزء كبير من المكونات المجتمع المدني في رفضه القاطع والمبدئي لهذا المشروع الرئاسي لقانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. كنا نتصور أن رئيس الجمهورية أو المبادرة التشريعية متاعه تكون في إطار القطع مع الفساد ومع الاستبداد، نلقاه أن المبادرة الأولى متاعه هي
جاية باش تحصن وتبيض الفساد والفاسدين، وهذا يتعارض مع القسمة متاعو ومع واجبه في حماية الدستور التونسي. الحقيقة احنا امام صراع حقيقي مع قوى ما زالت نافذة في الدولة التونسية في مختلف مواقعها، واحنا كمجتمع مدني اردنا ان نعلن حربا، وبدأت الحرب فعلا كما قال زميلنا أنطونيو مع منظمة أي واتش اللي احنا انا يقظ اللي احنا نساندوها وندعموها، وستتواصل هذه الحرب بشن هذه المعارضة على مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، والشعار نتاعنا اللي رفعناه الناس الكل إضافة لزملائنا في عدة أماكن هو ما يتعداش، هذا المشروع ما يتعداش. ولذلك بالنسبة لنا بدينا ببيان، وطبعا عملنا ندوة صحفية، وسنتحول إلى الفعل الميداني، وسنواصل بكل الأشكال المشروعة الممكنة لرفضنا لهذا المشروع، لأنه يتناقض مع ثورتنا، يتناقض مع دستورنا، يتناقض مع قانون العدالة الانتقالية، يتناقض مع إمضاء تونس على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، يتناقض مع القيم الأخلاقية للتوانسة. ولذلك بالنسبة لنا هذه معركة كرامة. في بالكم وأنه شعار الجمهورية توا أضيف إليه الكرامة، مازال مش مجسد في الشعار، ولكن نظام حرية عدالة ولكن كرامة، وثورة الكرامة لا ترضى لنا ألا نقطع مع ممارسات الفساد والاستبداد، لأننا نعتقد أن منظومة الفساد ومنظومة الاستبداد متصلة ببعضها وتغذي بعضها، وما فماش نجاح سياسي إلى حد الآن إلا بمنظومة مالية فاسدة. وهذاك علاش إذا كان نحب ننظف حياتنا السياسية لابد أن تنطلق بمحاربة حقيقية ومكافحة صحيحة للفساد، وما تكونش مجرد شعارات، وما تكونش مجرد قوانين محطوطة على الرفوف. أنا ننطلق من دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة للمائي باش تقول، سألت المواطنين التوانسة، قالت لهم على موضوع العدالة الانتقالية، هل في قانون العدالة الانتقالية ولا في مسار العدالة الانتقالية يلزمنا نكشفوا على الحقائق متاع الانتهاكات بكلها، ولا مثالش ننساو بوسخوك وروح؟ نلقاو 96.9% من المواطنين المستجوبين قالوا لابد من كشف الحقائق. سألوهم كذلك في الدراسة هذه، هل ترى يتم معالجة الملفات السياسية والحقوق السياسية والمدنية فقط، ولا لابد من معالجة كذلك الجرائم الاقتصادية والفساد المالي؟ لقينا وأن أكثر من ثلثي المواطنين التوانسة يحبوا المدخل الحقيقي للبناء الديمقراطي في بلادنا هو تناول مواضيع الفساد المالي والجرائم الاقتصادية. كذلك سألوا المواطنين هذوما، هل مكافحة الفساد جزء من العدالة الانتقالية في أهدافها الأولية؟ 97.3% قالوا نعم. آخر سؤال في هذه الدراسة، هل توافقون على وضع إجراءات لغربلة المؤسسات من الأشخاص الذين تورطوا في ملفات الفساد؟ أش نلقاو الجواب؟ 98% من هذه العينة قالوا يلزم تتغربل هذه المؤسسات ولا نبقي على الفاسدين في المواقع نفسها، لأنه لسانس بحويجة راه مش باش ينساها بسهولة. ولذلك بالنسبة لنا هذايا أرى مواطنين معناتها من عمق هذا الشعب. ولذلك نعتقد اللي المجتمع المدني
وقت اللي وضع قانون العدالة الانتقالية، والناس كل تتذكر وأن أول مبادرة تشريعية للمجتمع المدني جاءت تطبيقا للفصل 24 من تنظيم المؤقت للسلطات العمومية في المرحلة المؤقتة الأولى بعد الثورة، وأنه أوكل مهمة المبادرة التشريعية في قانون العدالة الانتقالية إلى لجنة فنية من المجتمع المدني، وتعامل هالمشروع هذا من خلال دراستنا، وكنا اللي موجودين هوني كنا موجودين في هذه المجهودات. قلنا وأنه ميزة تونس وخصوصية تونس وأن منظومة الفساد أصل الداء مع منظومة الاستبداد، وأن الجرائم الاقتصادية والجرائم السياسية سنوان. ولذلك ماذا بينا كي باش نعملوا قانون العدالة الانتقالية، يلزم العدالة الانتقالية تتلهى بملفات الفساد المالي وتتلهى بملفات الانتهاكات على الحقوق الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذاك علاش أدرجت العديد من الفصول اللي تخص هالزوز ملفات، وهذاك علاش جاء الدستور في الفصل 9 وانتبهنا للشيء هذا. قبل كنا باش نعملوا قانون عدالة انتقالية فقط، ولكن عملنا ندوة وعملنا احتجاجات قجام المجلس الوطني التأسيسي، وشفنا تجربة في اندونيسيا وأن القانون تم إسقاطه بعد تغيير التركيبة السياسية للدولة بعد إقرار القانون. فقلنا لابد أن نحصنه دستوريا، وجرينا كمجتمع مدني من أجل تحسين ذلك دستوريا، وهذاك على جات النقطة 9 من الفصل 148. ولليوم العديد من النواب يقولوا وأنه أكبر حسرة لهم في الدستور التونسي وأن النقطة 9 موجودة في الفصل 148، وهذا كان من ثمرات مجهودات المجتمع المدني التونسي، كسوة بالنسبة للقانون العدالة الانتقالية أو للنقطة 9 في الدستور التونسي. عليه لأنه في القانون متاع العدالة الانتقالية يقول وأن في الفصل 8 أن الدوائر القضائية المتخصصة إضافة وأنها تتعهد بالجرائم متاع حقوق الإنسان، الجرائم الجسيمة اللي ذكرها على سبيل الذكر وليس الحصر، قال تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير انتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام. إذن مذكورة من مشمولات الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية. ومن بعد جاءت آلية أخرى في الارتيكل 45 أنه هناك آلية المصالحة والتحكيم لمن أراد المصالحة والتحكيم، أما اللي ما يحبش المصالحة والتحكيم فما آلية قضائية باش تعرف حقيقة الانتهاكات اللي صارت ويتم قضاته من أجل تلك الأفعال. اليوم جاء هذا القانون، هذا المشروع باش يبيضوا وباش يسامحوا وباش يقولوا في الأمان. وبالتالي هذا الإجرام مخالف لقانون العدالة الانتقالية في عمقي، لا في جانبه المحاسبي ولا في جانبه متاع التحكيم والمصالحة، وفيه نسف لصلاحيات تاع العدالة الانتقالية في الفصل 12. شو يقول الفصل 12؟ يقول وأنه تلغى متاع مشروع القانون متاع رئيس الجمهورية، تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53. قال سيد الرئيس، قال أخويا الويه، الهيئة هذه لاهية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتتلهى بالحقوق السياسية والمدنية. يزاه الحقوق المدنية والسياسية؟ هذيك من مشمولاتنا احنا، الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية، واحنا هذيك الفلوس ما نخليوهاش عند هيئة حقوق الحقيقة والكرامة. إذا هذا الخيار هو مخالف للدستور كما ذكر زملائي، مخالف لقانون العدالة الانتقالية، وفيه ضرب لمسار العدالة الانتقالية بإفراغه من كشف الحقيقة متاع منظومة الفساد اللي هي متصلة منظومة الاستبداد. وحنا نقول أكثر من ذلك، أن وقت اللي يقولوا أنه باش نعملوا مناخ متاع استثمار سليم، وقت اللي تبقي على الفاسدين في مواقعهم، يخي المستثمرين الوطنيين ولا المستثمرين الأجانب، خوما سيدي تاتا
خي ما يعرفوش الوضع نتاعنا كي راهو انا فاسدين بقاو وفما لوبيات معينه هي المتحكمه في الاقتصاد التونسي، وقت اللي باش يجيو هما يدخلوا يستثمروا يجيوهم يجريوا يقولوا لهم يجي نشاركوكم في هذه المشاريع، وبالتالي باش يجيو يستثمروا فماش ثقه، فماش ثقه. اذا باش تضمن الثقه يلزم العداله تكون ماشيه، وهذاك علاش ديما المستثمر وقت اللي يجي يقول شنو حال القضاء في تونس؟ كان حال القضاء مستقل انا نستثمر، ما يقلقنيش، عندي مشكله مع الدوله ولا مع اي مواطن في تونس، نمشي للقضاء ناخذ حقي. اما كي يبدا القضاء معناتها تحت الوصايه، وان كان هناك جهود حقيقيه من الفاعلين في مجال القضاء من اجل استقلاليته، ولكن احنا نحب نقولوا وان المحاسبه هي طريق الثقه تاع المستثمرين والمواطنين ومتاع الضحايا، زاد اللي ذكرهم سي كريم عبد السلام، وقت اللي قال الضحايا وقت اللي يحسوا اللي الفاسدين يرتعوا قدام عينيهم وهم اللي يتحكموا في مصير البلاد اليوم، اليوم بفلوسهم وبمنظومتهم الفاسده اللي لم تفكك، هم اللي قاعدين يسيروا في البلاد ويحطوا شكون يحب وينحيوا شكون يحبوا. حبوا البلاد هذه ثوره، احنا عملنا ثوره باش نقطع مع الشيء هذا، لم يتم القطع مع هذه المنظومة، منظومة الفساد. احنا مقرين العزم من اجل الانضباط للدستور ولقانون العدالة الانتقالية وكذلك لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد اللي فيها الاعتداء على المال العام والفساد المالي هي جرائم. كما قال كريم عبد السلام نقدموا فيها على اساس مصالحه مع ناس عملوا مخالفات، وقت اللي هي جرائم، جرائم كبيره تجاه هذا الشعب وتجاه هذا المجتمع وتجاه تاريخ هالبلاد هذيا. وبالتالي تجريم هذه الممارسات ومحاسبه الفاعلين هو مزيد من ثقه الناس في منظومتنا بعد الثوره وفي جمهوريتنا الثانيه وفي انفاذ القانون التونسي اللي نتوافقوا عليه. اما شنو الفائده نعملوا قانون ومن بعد ندوروا عليه؟ لانه مصلحتنا تبدلت ولا المنظومه تبدلت؟ اذا بالنسبه لنا نقول السيد رئيس الجمهوريه راهو باش ندخلوا في تخوفنا انه تتغول سلطتك وتولي تتعارض مع الدستور، مع القانون، مع مجلس نواب الشعب ومع اراده الشعب ومع اراده المجتمع المدني. وفلتكن لك الشجاعة كما كانت، ما هو مثلك الأعلى هو الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة رحمه الله في أيمات الخبز، وقت اللي الناس انتفضت قال نرجع كما كنا قبل الزيادات، نرجع قبل كما كنا قبل هذا المشروع، ويكون هذا موقف من مواقفه اللي ممكن تبقى له للتاريخ. ثاني حاجة نحب نقولوا أنه فرض هذا القانون بقوة، وإحنا سمعنا وأن السيد الرئيس معناتها وصل حتى عن طريق وزارة الخارجية بعث لبعض المنظمات الدولية وأنهم يكفوا عن مساندة المجتمع المدني في رفض هذا القانون. ما معنى هذا؟ إحنا نرفض أنه يتم معناتها القول وأن كمجتمع مدني نحارب هذا القانون من منطلق وطني ومنطلق السيادة الوطنية، ولكن بالنسبة لنا أي دعم لنا في هذا المجهود فهو مرحب به. ونقول للسادة النواب وأن مسؤوليتهم وقت اللي جاءوا في مجلس نواب الشعب والشعب ارتضاهم باش يكونوا نواب عنه يزمع يعبروا عن إرادته، اليوم جزء من إرادة التوانسة وأنهم يرفضوا هذا القانون، يلزم لجنة التشريع العام اليوم وهي تستمع إلى ممثل الرئاسة تقول له لماذا هذا القانون المخالف للدستور مخالف قانون العدالة الانتقالية. سي كمال سامحني باش وبالتالي أختم على خاطر الصحفيين اللي موجودين لهنا. أي لا اختتمت. وبالتالي احنا نقولوا اللي النواب مسؤوليتهم كبيرة في رفض هذا القانون ويرجعوا إلى المصدر. المجتمع المدني فما مبادرة مانيش مسامح، فما مبادرة الجبهة الوطنية للتصدي لهذا القانون، وفما المبادرة نتاعنا هذه نتاع الائتلاف المدني ضد قانون المصالحة، الكلنا باش نحطوا يدنا في يد بعضنا
من أجل التصدي لهذا القانون وما يتعداش. شكرا. يعطيك الصحة سي كمال. ما نعرفش نشوف الصحفيين أو يظهر لي أكثرهم تغيبوا، إذا ثم سؤالات على ذمتكم عندي فقط زوز معلومات نحب نقدمها لكم. عندكم مع الملف الصحفي توصيات نتاع مكونات المجتمع المدني لمنظمة لهذه الندوة الصحفية باش يقع مدكم بها قريبا. كذلك ثم اليوم وقفة احتجاجية، ما نعرفش شكون، مانيش مسامح ثم شكون لهنا، ما نعرفش الوقفة الاحتجاجية المكان ساحة محمد علي الخمسة ونص في ساحة محمد علي، فهذه معلومة لمن يريد أن يلتحق ويساند هذا التحرك مرحبا به. إذن إذا ثم سؤالات من طرف السادة الصحفيين يتفضلوا. مواطن مش صحفي، فما معلومات لا سامحني تفضل. منذ البداية قلت هذه ما هيش ندوة علمية، راهي مخصصة للصحفيين، خلينا نعطيه الأولوية للصحفيين. ما كانش ميسالش حتى للحضور، تفضلوا اللي عنده سؤال ميسالش. تفضل المواطن سامحني. اسمع لا فما معلومات الداول، ما نعرفش كان عندكم خلفيه ولا فكره باش تنورونا. يقولوا اللي وثيقه قرطاج معناتها فما بعض الاحزاب المعارضه ما صحت عليها الا ما قالت القانون نتاع المصالحه ما يتعداش، يتكلموا على الحزب الجمهوري اللي هذا صحيحه ولا مش صحيحه، ولا كان عندكم معلومات ولا اللي نعرفه أنا شخصيا وأنه على الأقل الاتحاد العام التونسي للشغل يقول قانون المصالحة الاقتصادية يلزم يكون محل نقاش أوسع ويلزم يكون محل توافق معناها كبير مش على مستوى فقط مجلس نواب الشعب. ننتظر وإحنا هذاك باش نقدموه طلب لمجلس نواب الشعب، إذا معناها يحبوا معناها يستمعوا لنا باش نقدموا لهم الإضافات ولا نقدموا لهم وجهة نظر متاعنا، إذا ما طلبوش منا. لكن اللي نعرفه أنه موقف رسمي من الاتحاد العام التونسي للشغل وأنه يطلب المصالحة الاقتصادية تكون محل معناها نقاش أوسع وتوافق أوسع. تفضل. صحيح، في النسخة الأولى للوثيقة كانت موجودة مبدأ أن الناس اللي باش يصححوا على وثيقة الحكومة الجديدة تكون دعم فيه لقانون المصالحة الاقتصادية، ولكن الاتحاد الشغل وبعض أطراف المعارضة فعلا وصلوا باش نجحوا أنهم يلغيوا هذا الشرط للإمضاء على هذه، وتنجموا تشوفوا طول الوثيقة الجديدة ما فيهاش المبدأ هذايا. احنا نحييهم على هذايا وندعيهم أنهم من داخل البرلمان أو من خارجه أن ينضموا معنا في مجهوداتنا للتصدي لهذا المشروع. شكرا للحضور، خصوصا احنا ننتظر منك السيدة روضة، السيدة كلثوم، السيد العميد بطبيعة انت نعرف أدائك ان شاء الله معناها نتوحد الناس كلنا ونعانا ونعانا. تفضل مدام روضة. كان عندك إضافة جمعية قضاة التونسيين بطبيعة الحال منضمة لائتلاف التصدي لتمرير هذا القانون على أهمية موقع القضاء في التصدي، معناتها لقانون معناتها ما يضمنش إعادة تكرار الانتهاكات بشكل عام وتمشي نحو ديمقراطية سليمة. احنا صدرنا اليوم موقف لأنه احنا الإضافة اللي نجموها اللي قدموها القضاة هي إضافة الخبراء في القانون. قدمنا دراسة يعني للقانون في مخالفته للدستور للمعايير الدولية للعدالة الانتقالية في استقلالية اللجنة اللي أحدثوها اللي هي لجنة إدارية ما عندها حتى استقلالية على التأثيرات السياسية والسلطة التنفيذية، وزاد عملت تداخل
احنا ننتظر زده في موقف هيئه مكافحه الفساد لانه اصبحت وكانها واجهه للتطبيع واغلاق ملف مع المحاسبه على انتهاكات جرائم الفساد المالي. كذلك تعرضنا لنقاط مفصله في يعني في بقيه المخالفات اللي جت في القانون هذايا بالنسبه لمخالفات الصرف اللي استعادت خاصه الاساليب القديمه في مساله العفو الجبائي اللي هي خطيره وخطيره جدا لانها تعطي مناخ نتاع تشجيع يعني رجال الاعمال على انهم ينتظروا في كل مره عفو تشريعي بمبالغ معناتها ما تجيش حتى في الادنى المطلوب منهم ادائه على اساس يعني تفصي من المسؤوليه هذه نتاع واجب الضريبي. نقاط هذه كل اللي حبينا احنا كجمعية قضاة وموقعنا وكقضاة نبينوها ونساهموا فيها في الجهد هذه وباش نواصلوا بطبيعة الحال مع الائتلاف. وجهت نسخة منها للمجلس النواب باش نواجهوها. هو بيان صدر، هو صدر، هي في بيان مذكرة يعني فيها دراسة في بيان مذكرة. احنا فقط نطلب من لخيانه كل نسالش تحركات منفردة نسالش، اما المفيد وانه توا معناها بصفة احتياطية شنو ما الآليات شنو ما التحركات اللي النجم ونتوحد ونقوموا بهم مع بعضنا. ثم أنا اللي نطلبه بعد إذا وقع لا قدر الله لم يستمع إلينا شنو التحركات وخاصة من الناحية الدستورية والطعن معناها شنو الإمكانيات من بعد اللي معناها نعملوهم مع بعضنا. والوثيقة موضوع على ضمن 3000 معناتها احنا توا اليوم موجودين فيها. شكرا. الأخت كلثوم. أنا معناها حضرت اليوم باسم جمعية يقظة لأنه بطبيعة الحال يعرفوني أني أنا معناها في جمعية القضاة التونسيين، ولكن زميلتي أنا معناها عضو حاليا في جمعية يقظة ونسجل معناها انضمام جمعية يقظة إلى هذه المبادرة للتصدي لهذا المشروع اللي يمثل خطورة كبيرة ليس فقط على الوضع الحالي للبلاد ولكن حتى للمستقبل البلاد، لأنه كما سبق وأني استمعت في المداخلات وأنه إذا هذا القانون إن شاء الله احنا ما نتمناوش وباش نفعل ونعمل على أنه ما يتعديش، هذا راهو باش يزيد بالعكس يعطي ثقة في الناس اللي انتهكوا واللي قاموا معناها ارتكبوا جرائم فساد باش يقاوا رواحهم في معناها في أريحية وباش يواصلوا وباش يعطيوا ممكن حتى المشعل لغيرهم باش يواصلوا في سياسة الفساد. وذي علاش احنا لازمنا كنا اليوم معناها اليد في اليد ونوصلوا معناها صوتنا للنواب، وانا نعمل برشا على معناها العمل معناها معناها اقناع النواب بانه هالقانون هذا راهو خطر كبير على البلاد وعلى السلم وعلى الاقتصاد، معناها البلاد مش كما قاعدين يروجونا فيه والا يحبوا يقنعونا وانه هذا القانون باش ينهض باقتصاد تونس. لا مش صحيح، هذا باش يزيد يعكر باش يزيد يغني ناس ويفقر اكثر اغلبيه الشعب. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لادي غيلو في جامعي. أنا فقط حبيت نسأل أخويا كمال الغربي، أنا لستاني التصريح اللي عملها رئيس الجمهورية أو الداخل الخارجية حول المساعدات للمنظمات الدولية، إحنا هل المعلومة دقيقة أنها تم اتصال بجمعيات دولية وما هي الجمعيات التي تدعم هذه المبادرة؟ لأن الاتهام بالتعاون منظمات دولية خارجية كان اتهام بالعمالة، وهذا استخدمه بن علي سابقا في اتهام المجتمع المدني انه يتلقى دعم من الجمعيات الدولية. في هنالك جمعيات دولية طبعا حقوقية لا ريب عليها ولا غبار عليها، ونحن لسنا ضد التعاون مع اي جمعيات دولية ضدها، لكن مجرد اتهام او التواصل مع من هو رفض من هو واتهام المجتمع المدني بانه يتعامل مع الخارج، نحن نخاف ان يتحول الى تهمه للعماله مع الخارج، وهذا كلام خطير، معناها ان تصبح منظمه المجتمع المدني لا تلقى دعم داخلي، وكذلك يحاولوا انهم يقطعوا صلاتها مع الخارج بحجه الحماية. نحن مع عدم تدخل الخارج في شؤوننا الداخليه، في شؤوننا الداخليه. باش نجاوبك.
عدم التدخل الخارج في شؤوننا الداخلية وعدم الضغط على الداخل من خلال استخدام الجمعيات الدولية ومن خلال منع الناشطين من السفر. بارك الله فيك. سؤال مفهوم. أولا في تدخل المنظمات الدولية مسار العدالة الانتقالية منذ البداية، موجود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موجود برنامج الأمم المتحدة للإنماء، موجود المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وإحنا نقدروا لهم هالمساعدة هذه. الآن الجمعيات الدولية تتحمل مسؤوليتها في طريقة تعاملها وعلاقتها بالسلطة، هي اللي تتحمل مسؤوليتها. المجتمع المدني التونسي حسبنا احنا آل عملنا، اذا لقيت عندنا تذيل لاي منظمة دولية ايا كانت، سواء اللي حاضرة معنا لهنا في البوديوم او للمنظمات الاخرى، تحسبنا آل عملنا. فيما عدا ذلك علاقة السلطة بالمنظمات الدولية وعلاقتنا احنا، كل واحد يتحمل مسؤولية افعاله. مع الشكر. أنطوني فولي فير تيت انترفونسيون. اوكي يا سيدي، مرحبا بكم كل مرة أخرى، وشكر لكم مرة أخرى، وإن شاء الله تكون هالندوة الصحفية تأدي المفعول متاعها في الابتزاز السعيد.